سيدتي اليوم جائزة رواد التسويق لدعم المواهب الشابة في مجال التسويق بالمملكة. متى تقولين لشريك حياتك كفاك تدخل في خصوصياتي؟ المختصين يحذرون من تهادي الأدوية في المناسبات. حلقة جديدة من برنامج سيدتي، أكيد نتابع خلال الكثير من الفقرات المتنوعة وآخر الأخبار المتداولة. مساء الخير يا ريم وغزل. مساء الخير بنات، جمعتكم مباركة علينا وعليك يا رب. طبعا شفنا في الأسابيع الماضية أو خلال الأيام الماضية عفوا فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كان في حيوان مفترس اللي هو الأسد كان بيهجم على فتاة، يعني هو خرج عن السيطرة وتعرض بالضبط. كان في واحدة من الإيفنتات اللي كانت بتصير في جدة، مهرجان رياض جدة صح؟ تحديدا. وهذا الأسد تعرض أو عض البنت هذه، وزي ما شفنا في الفيديو كان في كثير من الفوضى والصخب والدنيا كانت قايمة. طبعا ذكرت صحيفة مكة أو أكد أحد القانونيين على عبر الصحيفة هذه بأنه هناك حق عام حتى لو والد الطفلة اتنازل عن حقه الخاص. خلينا ناخذ هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. أرحب معي عبر الهاتف بالمستشار والقانوني الأستاذ ريان مفتي. حياك الله أستاذ ريان. أستاذ ريان، في البداية لو تقول لي إيش هي ردة فعلك كقانوني أول ما شفت هذا الفيديو؟ والله يعني ردة فعل صراحة أنا ما أقدر أن أنا أفسرها أو أقدر أن أستوعبها أول ما بشوف المقطع، لأنه يعني تحتاج أنك تعيدي 4 إلى 5 مرات عشان تستوعب صحيح إيش اللي حاصل وإيش يعني إيش الفكرة أصلا من وجود أطفال بهذا السن وبهذه الكمية والعدد داخل قفص أسد مهما يكون، يعني حتى لو كان هنالك وجود المدرب أو وجود أشخاص كبار يقدر هم يسيطروا على الأسد، لكن من الطبيعي إنه الأسد أو الحيوان هذا اللي هو عنده الغريزة الافتراسية إنه هو يتصرف بهذه ردة الفعل مع وجود أطفال بهذا العمر وبسرعة حركتهم وبالصراخ فيعني أنا أعتقد إنه حتى المدرب اللي كان متواجد في نفس المكان يعلم تماما انه ردة الفعل هذه راح ممكن تحصل في اي لحظه، وانه ردة فعل الاسد انه هو يهجم. المشكله استاذ ريان انه يقال ما كان في حواجز بين المشاهدين واللي حاضرين العرض وبين الاسد، هذا اللي خلى الاسد يتهجم بالدرجه الاولى، عدم وجود حواجز. والله انا حسب المقطع انا شفته كان يعني داخل قفص لكن الاطفال كانوا موجودين داخل القفص. صحيح بالضبط، يعني ما في حاجز بين الاسد وبين الاطفال. يعني معناته انه احنا كاننا وضعنا هؤلاء الاطفال في منطقه الخطر اللي هي المفترض اصلا حتى لو كان في عرض يخص حيوان مفترس بهذه الطريقه المفترض انه يكون نظام الامان والسيفتي جدا عالي وجود مثلا مختصين ومدربين يستطيعون هم يسيطروا على مثل هذا الحيوان في حال انه هو خرج عن سيطرتهم وبدا انه هو يتصرف بغريزته الحيوانيه ضد اي احد. فلكن للاسف انه انا اقدر اقول انه كان نظام الامان او نظام الحمايه لكل المتواجدين كان صفر، حتى طبعا ما اقدر اعطي له اي نسبه مئويه. ويعني الحمد لله انه يعني الطفله انه ما تسبب الى وفاتها قتلها، يعني الحمد لله انه ما زاد الطفله بخير، لكن قد يعني ممكن انه الموضوع كان يوصل لموضوع اكبر من كده. جميع الايفنتات اللي بهذه الطريقه وجميع الترفيه اللي بهذه الطريقه جميل، ويمكن هذه كان بعض الاشخاص يشوفوها خارج المملكه، لكن لما نجي بنعملها لابد ان نعملها بطريقه سليمه، طريقه فنيه، طريقه بعيده تماما عن نتابع اجراءات الامن والسلامه، لانه هذه الامور ما فيها اي مس. يعني انت عارفه كانك هو بالضبط هم وجدوا سلاح او قطعه قاتله وحطوها بجانب اطفال، فبالتالي ما كان هذه الاداه اللي هم استخدموها مستخدمه بالشكل الصحيح ومستخدمه بالشكل اللي انا ممكن يعني
احمي المتواجدين على الاقل، مو بس الاطفال يعني. صحيح انه الضحيه هنا كانت طفله، لكن كان الاسد ممكن يهجم على كميه اكبر من الاشخاص وكميه اكبر من حتى الكبار، ممكن هذا الموضوع كان يتعرضوا له، لكن احنا نحمد الله انه الموضوع انتهى لهذا الحد. اكيد طبعا. يعني استاذ ريان، من المفروض انه في هذه المهرجانات انها مصرحه من جهات مسؤوله، واذا كان فيها حيوانات مفترسه او عروض لحيوانات مفترسه بتكون تحت مقننه، تحت شروط معينه وتراعي اجراءات الامن والسلامه، وهنا ما راعوها. الان الاجراءات القانونيه المفروض اللي تتبع هنا ايش هي، وعلى من وضد من كمان تكون؟ يعني هل كمان الجهة المصرحة مسؤولة عن الحادث هذا اللي حصل ولا لا؟ طبعا كل القائمين على هذا يعني الايفنت او الحفل اللي حصل او التجمع اللي حصل هم في طائلة المساءلة انه كيفية قيامهم بهذا العمل، حتى لو كان عندهم تصريح انه يتم مثلا عروض، مثلا صنفوا العروض، لكن هنالك المفترض انهم هم ايضا يقدموا وتكون في جهة ايضا بتطالبهم بعملية النظام الأمني اللي أنتوا مقترح من عندكم أو اللي راح يتم حدوثه أو يتم تنفيذه. ما هو مجرد أنك تجي تقول لي أنا والله راح أعمل عرض لحيوان مفترس وراح أعمل شو معين، طب إيش الجدولة أو إيش الآلية اللي أنت راح تقوم فيها في تنفيذ مثل هذه العروض. هي المسألة ما هي فقط أنك أنت تعمل لي عرض ودون ما بتعطيني الآلية اللي أنت أنا ممكن أحمي فيها الأشخاص، يعني كل صحيح. اللي موجودين هناك أنا أعتبرهم أبرياء، لأنهم هم ما عارفين يتعاملوا مع هذا الحيوان وبيعتبروه لعبة، وبنفس الوقت هم بيشعروا بالأمان لأنه هم شايفين أنه الناس كلها يعني أكيد أنه هو ما صرح له وما دخل بهذا المكان إلا في مثلا نوع من أنواع الثقة بالمكان وبالقائمين بهذا العمل، فبالتالي كل الجمهور اللي كانوا موجودين بيتعاملوا على هذا الأساس وعلى هذه الناحية، لكن كان المفترض أن يكون الحرص أكبر من القائمين على هذا العمل وعلى القائمين على هذا المكان، دون أن يكون العملية فقط أنه المخاطرة ممكن تحصل أو ما تحصل. لكن أنا كإنسان طبيعي مجرد ما أشوف المقطع أنا كنت متوقع النتيجة قبل حدوثها، مجرد أن شفت المقطع يعني شفت حركة الأطفال وشفت صراخهم، فبالتالي أنا شجعت هذا الحيوان اللي هو طبعا أكيد أنه هو راح يعني تكون ردة فعله بحسب الطاقة اللي شايفها الفطرية يعني. ايوه الطاقة الفطرية اكيد ان هي راح يعني هو نفس المدرب لو لعب معاه بشكل معين يتفاعل معاه وراح ممكن انه هو يهجم عليه، فما بالك لو يكون بهذا الكم من الابصار وبهذا الطاقة والحركة. صحيح. استاذ ريان، ما هو الحق العام والحق الخاص في هذه القضية؟ خصوصا انه يعني مكتوب انه حتى لو تنازل والد الطفل عن حقه الخاص ما زالوا مطالبين بظهور الحق العام او التشجيع على اخذ الحق العام. طبعا الحق الخاص هو حق الطفله في حال ان هي تضررت للاضرار اللي لحقت فيها، هذه كلها تشكل الحق الخاص بالنسبه لها، من حق ان هي ذوي الطفله واهلها ان هم يطالبوا فيه، لانه طبعا ما اعرف بالضبط ايش يعني الاضرار اللي لحقت فيها، لكن اي ضرر لحق فيها هي من حق نفسيا استاذ ريان. نعم. لكن الحق العام هو حق الدولة في انه يكون في هذا العمل دون وجود، لانك انت عرضت مواطن او اكثر من مواطن لمخاطرة معينة، كانك زي ما ذكرت انك استخدمت سلاح قاتل دون ان يكون هنالك يعني طريقة جيدة او طريقة آمنة باستخدامها، وعرضت الكثير يعني للخطر او للقتل. انا اقدر اقول انه ما هي يعني الموضوع مو فقط اصابات، هذه فيها شروع بالقتل كمان استاذ ريان؟ لا ما اقدر اقول انه شروع بالقتل، الا يعني احنا ما اقدر احط سؤالية انه حادثة او كان انه القائمين هم كانوا يعني يستقصدوا انهم هم يعرضوا احد لهذا الامر. هو طبعا يعتبر انه هو خطا، لكن الخطا هذا كان ممكن هو يتسبب بالقتل، ولو قدر الله انه لو احد توفى من الموجودين هم راح يتحملوا المسؤوليه هذه من الديه والى خلافه، وراح يكون فيها الحق العام هنا. لكن الحمد لله ان هي جات على هذا القدر، لكن هذا ايضا لا يعفيهم، طالما انه كان هنالك نتيجه او ضرر لاحد الاشخاص الموجودين، فبالتالي انه هذا يستوجب على الجهات المختصه ان هي تحقق لتتاكد عن اسباب هذا الخطا، وان كان هنالك طبعا في اخطاء واهمال هم مسائلين وراح يكون فيها عقوبه اذا كان هنالك. استاذ ريان بشكل سريع ايش هي العقوبات المتوقعه؟
طبعا انا ما اقدر اخمنها لانه هو لابد ان يكون في يعني وجهت العماره بالتحقيق في هذا الموضوع وكامل المسؤولين الموجودين هي حسب نتائج التحقيق. اذا كان يعني هنالك فعلا خطا واضح وكان خطا مقصود بتكون العقوبه طبعا ما في شك انه عقوبه كبيره، لكن اذا كان الخطا اهمال او عدم معرفه او عدم او الالتزام حتى راح يكون العقوبات حسب الاضرار اللاحقات. وانا مؤكد يعني انه هذه الحاله راح يتم مراعاتها في المستقبل، وانا اتمنى انه احنا دائما ما نعالج الاخطاء الا بعد حقوقها. يعني مفترض انه مثل هذه الامور كون احنا داخلين في مرحله ترفيه ولابد ان احنا دائما لما نحط الامور هذه لابد ان احنا ايضا يكون في هنالك جدول للحمايه وجدول الضوابط اللي هي بتكون تحمي جميع المتواجدين وتحمي سلامتهم، ما بتكون العمليه عشوائيه ولما نتكلم او ما نتدخل الا بعد وقوع الحادثه وقوع المشكله. اكيد. المحامي والمستشار القانوني ريان المفتي، شكرا جزيلا لك. يعني اتمنى انه البنت تكون طيبه بصحة وعافيه. غير كده وكده هو مش بس انه ان شاء الله ما يكون صار لها شيء، بس انتم متخيلين قديش الموضوع ده ممكن يسبب لها عقده الفجعه. الفجعه يعني البنت بعد كده ممكن ترى من جد تخاف من بسه. اي يعني هيصير عندها فوبيا من الموضوع. بس الغريب في الموضوع انه القفص مليان اطفال، الاطفال بيجروا مع الاسد كده بيدوروا. انا شوف انا لما قريت انه ما في حواجز. اوكي انا شايفه انه في قفص من برا، بس الظاهر انه لما دخلوا اطفال، فالمعنى اللي قريته انه ما في حواجز بين الاسد وبين الاطفال. فهذه يعني غلطة فادحة. طبعا أطفال وصريخ وكذا طبيعي أنه هو حيوان مفترس يعني حيستفز وممكن يهجم على. أنا أذكر لما كنت صغيرة يمكن يعني كان عمري 5 سنوات، كنت في شرق آسيا وقرد مش قردها نط ومسك في شعري، ومن يومك هذا انا يعني كثير صار عندك فوبيا من الحيوانات. متخيلي يعني اسد يعني اصلا المنظر ده غير مقبول. صح أبدا. غير مقبول ده المنظر نهائيا تماما. ما اعرف. طيب في خبر ثاني، في صور متداوله لمجموعه من الطالبات في محافظه المجارده بيركبوا في ونيت. هذا اللي انا فهمت انه بيركبوا في ونيت. هذا الصور بيركبوا لانه طبعا هم رايحين للمدرسه، لانه الحافله او الباص اللي متعهد يوديهم على المدرسه ويجيبهم من المدرسه له اسبوعين متعطل وما في بديل. اي وما في بديل. وطالب الاهالي من تعليم حايل حايل عسير انه لازم يفتحوا تحقيق في القضيه دي، انه بناتهم مستحيل حيفضلوا طول الفتره دي بيركبوا في الونيت من ورا. صح اكيد. وبيروحوا على المدرسه. طبعا قدموا شكاوي لكن الى الان ما في اي مجيب وما في اي رد من اداره تعليم محايل عسير بخصوص الموضوع ده، غير انه هي الزمت الشركه بتوفير البديل لنقل الطالبات بدايه من يوم الاحد المقبل لحين انتهاء اصلاح. يعني انا ما اتوقع انهم اللي وفروا هذا البديل انهم يروحوا. والله شكلهم ما يروحوا، عشان كذا بدي اسال. لا 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 ما يعني اتوقع هي بس انك تقعد اسبوعين وما يكون في بديل. إيه طبيعي اني انا حكون ابغى اي وسيله توصلني لمدرستي او جامعه شغلي. هل هي اداره التعليم اللي وفرت الونيت ده؟ لا انا شخصيا ما اعتقد. انا احس اجتهاد شخصي هو من احد اولياء امور الطالبات انه هو يوصلهم هذا. بس الفكره كم بنت بتكفي هنا تركب في الغمارة من ورا. جربتوا تركبوا هذه تطلعوا دي الطلعه؟ والله انها تجنن. عموما ان شاء الله تحل مشكلتهم في القريب العاجل، واكيد لازم تتحل مشكلتهم ويوفروا لهم السياره المناسبه اللي فيها الامن والسلامه عشان يوصلوا البنات على مدارسهم ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله. عموما اول دوره لتدريب الفتيات في السعوديه للتعريف بقياده وصيانه السيارات التي تقدمها المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني في التقرير التالي. It's called a traffic awareness course, and it's one of the. هي دورة سلامة مرورية وهي أول دورة تقام في الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. الدورة تقام لمدة 4 أيام لتحضير سائقات المستجدات لاجتياز الاختبار النظري والتطبيقي. هناك مرحلتين في الامتحان، الأولى تقتصر على تعليم علامات الطريق في المملكة وقوانين الطرق، أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن تعليم ماهية قراءة أضواء لوحة القيادة، لأن على السائقات المستجدات معرفة ماهية لوحة القيادة قبل البدء في القيادة للحفاظ على سلامة المركبة والسائق.
المرحلة الثالثة والتي تعتبر الأهم هي تعليم القيادة الآمنة. في الوقت الراهن يوجد 12 مليون مركبة في المملكة، والمتوقع أن يصل العدد إلى 26 مليون سيارة مع حلول 2030. وفئة كبيرة من السيدات السائقات سيصبحن جزءاً من هذا العدد، لذا من المهم جداً معرفة كيفية القيادة الآمنة. So very important to know about defensive and safe driving. الدورة كانت رائعة، غطينا على الساينز العلامات المرورية، وغطينا على شيء بسيط من صيانة السيارة، وكانت جدا جميلة. والقيادة الآمنة، كيف تكوني إنسانة أو تقود بأمان في الشارع، كيف تكون تحافظ على نفسك وعلى غيرك. الدورة كانت رائعة جدا، كانت تحتوي كثير من المعلومات النظرية الأساسية لأي سيدة والقيادة بإذن الله. كانت مقسمة إلى أجزاء، بداية بإشارات المرور، مرورا بالقوانين في السعودية، قوانين الطريق، بالإضافة إلى السيارة أجزاءها مما تكون، والسلامة في القيادة وفي أجزاء السيارة نفسها. جميلة الدورة، يعني شفت، أنا رحت حضرت مع البنات. الحلو إنه المدرسة تيتشر اللي بتشرح تتكلم إنجليزي، فالبنات فعلا كانوا بيحاولوا بيبذلوا مجهود إنهم هم يفهموا ويستوعبوا معاها. بس إن شاء الله اللي فهمته منهم إنه في دورة تانية حتكون باللغة العربية. أيوة بالعربي. أهم شيء استفدتي، لقيتي في يعني ساينز وكذا؟ أيوة في. لا بس إنه أقصد جديد عليكي، أنت ما كنت تعرفيها قبل كذا؟ اتفاجأت انه اوف والله ثقافتي في ده الموضوع ما هي قوية. هي ثقافتي ايوه في الموضوع ده، سواء دخلت الدورة دي او ما دخلت، انا ثقافتي ترى مرة ما في السيارة. انا ما حاسوق. لا تقولي ما حاسوق، يمكن تجبرك الظروف انك تسوقي يعني اذا اضطريت. بس انه انا مثلا واو انه انا يلا خلاص حيبدأ القرار دحين في جون وحنسوق، لا انا مرة ترى خوافة وجبانة، يعني كمان يمكن سنة سنة ونص قدام. هو الثقة اهم شيء، اننا نكسر حاجز الخوف ده ونكون واثقين من نفسنا. اتوقع روى اكثر واحدة متحمسة للموضوع. جدا انا متحمسة فعلا، يعني بغض النظر اذا كانت عندي نية اني انا شخصيا اسوق او لا، بس اكيد ابغى اطلع رخصة قيادة سعودية. يعني جيبيها خليها عندك احتياطي، يعني تعرفي في الحارة يعني كده. لا شوفي، هو انت حيجيكي اوقات انك انت مضطرة، بس انت متخيلين انه مثلا انت عندك سيارة وسواق، توقفي وديني المول الفلاني، تاخدي بعضك تنزلي المول، ما تقعدي تشيلين. ايوه سواء سيارة وسواء رفاهية. فين كده فين رفاهية، احنا نطبق الكادح حياتي. احنا عادي، انا اركب فيسبا واروح السوق اللي هو. عموما يعني القرار حيطبق قريب، وبالتوفيق لجميع السيدات في هذه الخطوة الجريئة، ولازم نكون واثقين من نفسنا. خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي لليوم. مشاهدينا، الخصوصية بين الرجل والمرأة إذا وجدت فما هي حدودها؟ خلونا نناقش هذا الموضوع ونتعرف على أساسيات التعامل بين الرجل والمرأة مع ضيفتنا الأستاذة ضحى عبد الله، أخصائية اجتماعية. أهلا بك ضحى. أهلا وسهلا. منورتنا. الله يخليك. يعني في البداية، إيش هي أساسيات تعامل الرجل والمرأة داخل المنزل؟ طبعا لو الزمن يرجع كل الحريم تقول كذا صح؟ صح. يعني احنا لو احنا عندنا دورات تثقيفيه قبل ما يتزوجون اساسا، قبل ما يدخلون البيت، يكون عندهم فكره كيف الواحد يحترم زوجته، كيف هي تحترمه، كيف يحترم خصوصيه بعض، الحدود بينهم، كيف يكون يعني هذا الزواج هم شركه. انا دائما اشبهه في السفينه، اللي لو واحد يعني انت قعدتي هنا وهو قاعد هنا بيختل توازنها، لو واحد راح عند يعني لو واحد يعني حيصير فيها شيء، لو واحد خرب فيها، كسرتي شراع، انت ثقبتيها على قولتهم، حتغرق. صح. فهي هذا الشيء لازم يكون دائما بتوازن وباتفاق يعني. طيب بس ضحى، برضو احنا عندنا للاسف في المجتمعات الشرقيه الرجل متوقع انه هو له الحق انه هو يتدخل، لانه هو رجل. هذه فطره هو اوريدي متربي وعايش عليها، انه انا من حقي انا اجي اقول لك افتح خليني اشوف، انت لازم تفتح خليني اشوف لانه انا زوجك. هل هذا التصرف، التدخل بالتفاصيل دي صحيحة من كلا الطرفين حتى لو بالتبادل؟
طبعا هي اكيد لا، يعني كل واحد في عنده خصوصيه وعنده حدود وعنده اشياء ما يحب احد يعرفها ولا تسالوا عن اشياء انت تبدا لكم تسؤكم. صحيح، بس الرجل احنا يعني احنا المجتمع احنا برمجناه. صح، يعني احنا برمجنا البيت كذا، يعني تربينا كلنا ان الولد له حق يفتش جوالك، له حق يرجع اي وقت في البيت. يعني احنا عشان كذا هذه غلط، الاساسيات نفسها غلط. يعني من تحت انا ليش قاعد اقول المفروض الحين قبل ما يتزوجون ياخذون دورات تثقيفيه بكل واحد ايش له ايش عليه، كيف حيبدوا مع بعض. انا دائما اقول ما في رجل سيء ولا مرأة سيئه، بس سيء مع سيء يمشي وجيد مع جيد. يعني عرفتي كيف؟ يعني في اشياء فيكي انت مثلا انا ما بتحملها لو انا رجل، بس في رجل ثاني لا انت تناسبي، في بعضهم يحب الشخصيه القويه بعضهم. فاحنا ما حنلوم الرجل ابدا، احنا نقول نبغى لما نربي حين احنا هذا الجيل الجديد الواعي نبغى نربي عيالنا، نربي ان انت كمان لازم تحترم خصوصيه البيت، ترجع الساعه زي اختك زي مالك زي يعني بالضبط، ما في مساواه زي البنت زي الولد زي البنت زي الولد. ساعتها حيطلع الازواج، يعني هو لما يجي يتزوج والله انا اليوم شفت منظر مره حلو عجبني، لقيت ما شاء الله واحده هي وزوجها كذا عندي في المطعم قاعد الاب يرضع هو البيبي وقاعد يشيل، وبالعكس انا احس ما شاء الله الحين الجيل الجديد يعني يبشر بالخير الرجال ويستمتع. لا ما شاء الله كونه اباء يعني لا ما شاء الله، لا انا اشوف انه قاعدين يعني شوي شوي انتم البرمجات هذه يعني سنين كم قعدنا احنا متبرمجين انه الولد يطلع اي وقت يسوي اللي يبغاه، يعيب وجيبه ما يعيبه شيء. نسمع عن قصص انه البنت لما بتدخل دار الرعايه ما بيجي يستلموها اهلها، بينما الولد يخطبوا له ويتزوج وهم عارفين على طول. يعني فنسمع باشياء فاعطوه وقت يعني لان ما المجتمع قصدك ايوه البرمجه الفكرة. كلها من الاساس تتغير. صحيح، يعني يا ضحى نعرف انه هذا الموضوع جدا معقد. يعني هي سواء كانت من التنشئه ولا من خلفيه ولا من طبيعتنا احنا كشرقيين وغيره، بس يعني في بعض التفاصيل احيانا ممكن الرجل يدخل فيها. احنا متفقين انه ربان السفينه واحد، اثنين يقودوها ما حتزبط. بس يعني قد ايش لازم يكون في حدود، بمعنى انا طريقتي في الطبخ كذا مثلا، هذه التفاصيل التافهه. في رجال يتدخلون في كل صغيره وكبيره، يعني يتدخل في راتبها، يتدخل ايش بتسوي وين بتروح، يتدخل في لون شعرها، يتدخل في لون عدساتها. هذا شيء ثاني من لون الشعر، لانه كمان المطبخ انه حتى ترتيب المطبخ كيف يعني مو معقول يتدخل في تفاصيل حتى في الجيران. هاي يتدخل ما عندك مشكله كيف؟ طيب احنا انا عندي مبدا طيب انه كل رجل انعكاسك مرايتك، انت سمحتي له من البدايه. صح، هذا رايي. يعني انا اقول لو كان عندي يعني وعي اوقف هذا ايوه خلاص الزايدة. ايوه خلاص انت سمحتي من البدايه، فلما تيجي تتغيري دائما نتدرج في الشيء. مثلا انا بسوي دايت ما يصلح ثاني يوم بس اكل بيضه، لا حتدرج اول شيء كذا بعدين كذا. اي شيء تبي تتغيريه في الرجال اول شيء تقبليه زي ما هو. طيب وستوب، يعني ولا واحد يحاول يغير الثاني. انا هذا اللي اكتشفته في خلاصه ما تحاول تغيريه ولا يغيرك، بس انا هذه اشياء خصوصياتي ما ارضى اتدخل فيها. هذا المفروض وتعوديه شويه شويه على الشيء اللي انت تبغيه. يعني انت احنا اللي سمحنا لهم انهم هم يتعدوا هذا الخط الفاصل، وهم ياخذوها من باب الطاعه انه انت لازم تكوني الطريه، انت الطرف اللي يتنازل، انت اللي تطيعي، هو رب السفينه او الرجال قوامون على النساء. كل الرجال حافظينه طبعا. اي بس يعني انا شخصيا ما اشوف انه هي غلط، لكن انا اللي اشوف انه انت احيانا الطرف الثاني تدخلاتك مش منطقيه. يعني زي مثلا كنا بنتكلم على لون الشعر او على انا ما اتكلم عن تفتيش جوال والشغلات هذه، يعني هنا فيها ابعاد ثانيه طبعا. بس الاشياء حقتي انا شعري أيوة لبسي أيوة. وهذه الاشياء وزني جسمي مضبوط بالضبط. يعني انا مرتاحه وانا جسمي زايد او وزني زايد. طيب هي اقول والله صدقيني هي سمحت له. يعني هي سمحت له من البدايه، يقول لك في اسئله ما لازم المراه تسالها للرجل. يعني مثلا واحده تقول لزوجها ايش رايك كيف اليوم؟ ايوه يقول لك إيه ولا نحفانه. انت عارفه اذا تبغي تقول اذا انت تبغي تسمعي كلام حلو، طبعا كلنا نحب نسمع حلو خاصه الجنس اللطيف طبعا. فلما تيجي تسالي ما تسالي ايش رايك في شكلي، اعطيه بشكل مباشر ايش رايك في شكلي اليوم حلو صح؟ اي اعطيه اجابه. ما يكون عنده خيار يقول لا. لا بس تعرفي ضحى انت كانك بتقولي له ايوه خلاص احسن لك انك تقول أيه؟ انه شكلي اليوم حلو. لا انت لما بتيجي بتقولي له ايش رايك متغير في شكلي اليوم؟
انت كانك بتتوهين. انت كويس لو انتبه يا ضحى انك انت اصلا مغيره في شكلك شيء اليوم. احنا هذه اسئلتنا ترى. يعني احنا نبغى نلفت الانتباه بس ما نعرف كيف نلفت الانتباه بالضبط. عجبتني هذه المعلومه انك انت قولي له شيء مباشر دايركت، لا تسالي ايش رايك في شكلي اليوم، قولي له ايش رايك في شعري اليوم، انا غيرت الصبغه. كذا يعني حلوة صح؟ اعطيه الإجابة. إذا تبغى تطلبي منه شيء أعطيه بشكل مباشر وكرريه كم مرة، ترى هو ما حيستوعب. خربت اللمبة حقت المطبخ، ما تقولي له صلحها كل يوم، زني صلحت اللمبة صلحت يا أمي، جيبي اللمبة والسلم وحطيها قدامه وصل يلا أطلع يلا أنا أساعدك أنا أسلم لك السلم يلا، ترى والله ما حد حيتحرك. أيوة يعني لأنه هو أنت الرجل بيستخدم الفص الأيسر من المخ، فهو بيشوف الدنيا، أنت هو بيشوفها شيء وأنت بتشوفيها شيء، فعشان نوصل لمنطقة مشتركة بيننا وبين بعض لازم نتعلم كيف هم بيفكروا. صحيح صح صح. طيب بالنسبة للمرأة العاملة، المرأة الموظفة، كيف تقدر تحط الحد مع زوجها انه لا يتدخل في عملها ولا يسوي الفزلك انه هو فاهم في شغلها اكثر منها وتوقفه عند حدها بالضبط ويعطيها اشياء. قلت هي اول شيء بتحط الحد، ثاني شيء المراه يعني لما بتجي تتكلم انت، احنا يعني شلون بتصير انت لما بترجعي من هنا تقول شفت اليوم ايش صار في الاستوديو، ما خلوني اتكلم، انا كل ما جيت اتكلم ايوه الحكاوي. ايوه احنا الجنس اللطيف بنحكي ليش؟ عشان احنا نبغى نفضفض على فكره، احنا ما نبغى حلول ولا نبغى شيء، نبغى احد يسمعنا، فهو حيجي حيعطيك حلول، حيقولك اصلا ليش، اصلا ايش جابرك، اصلا اترك الشغل. أيوة. فانت اللي فتحتي على نفسك زي ما هو داخل كهوه صامت، انت ادخل البئر حقك واصمتي. هذه نصيحه يعني كان يوم سعيد جدا، ويعني كذا قولي له انا مره كنت مبسوطه اليوم، ولا تعطي التفاصيل اللي حتدخلك في متاهات انت في غنى عنه، خصوصا لو ما كان كمان يعني انت هو نفس الكارير يعني انت اي ونفس المجال، يعني كمان هو ممكن ما يفهم الاشياء دي زي ما انت ممكن ما حد يفهم. ايوه ايوه اكيد. أيوة. الاشياء اللي موجوده عنده. طيب هذا بالنسبه للعمل ضحى. طب بالنسبه للاولاد، يعني مثلا كثير المتزوجين بيصير في بيناتهم مشاكل ان الام لها طريقه تربيه خاصه للاولاد والاب له طريقه خاصه، تيجي الام تقول لا، يقوم يجي الاب يكسر كلمته ويقول لهم الا، او العكس. انا هنا كيف اقدر اعمل كنترول للرجل اقول له كفاك كفاية؟ شوفي الحين يعني الأولاد عشان ما يصيروا ضحية في النهاية، هم ما لهم دخل. إذا كان الأم والأب لهالدرجة يعني كل واحد له رأي، فإن أحسن تقولوا اسأل أبوك أحسن، يعني ما عشان ما تكسري كلمة تكسري نفسك. إذا ما هم متفقين على الأشياء، حتى إذا أنت ما أنت متأكدة اليوم حتطلعي حيسمح له يطلع، حيوديه، حيجيب له اللي يبغاه، فأحسن تقولي له يا بشاور بابا يا روح اسأل بابا. صحيح. عشان يعني كلمتك يعني نحاول إيش نمشي الحياة بألطف شيء. أيوة يا الله يا ضحى، يعني دائما إحنا المطلوب مننا نحن اللي نمشي. لا لا مو مطلوب، قلت لك يعني هي كل شيء يعني شلون أنا بفهمك شيء، الحين إحنا تبرمجنا وتربينا على شيء، هذا الشيء ما بيتغير بيوم وليلة. الحين الجيل الجاي واعي وعارف، ما شاء الله كل الجيل الجديد الحين اللي أشوفه متزوج عارف إيش الحقوق إيش الواجبات. أنت طول الوقت كنتي بقولك شيء، مو دائما مين ما مرت عليها كلمة أنا أعطيتك كل شيء وش باقي بالضبط. فأنت كنت طول هالوقت طول من يوم تزوجتي وأنت بتعطي بتعطي بتعطي، تصحي قبله بتجهزي الفطور، بتسوي أشياء كثيرة 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 مقابل أنه هو يفهم، ويعني لازم تطلبيه منه بشكل مباشر، هو ما يفهم انت ايش تبغي، ما يفهم بالتلميحات. صح. لازم تقولي له ايش رايك في هذا الشيء واعطيه وزني عليكم يا نساء بالزن عشان يستوعب. اليوم راح يكونوا مبسوطين معك ضحى، واحنا كمان حنكون مبسوطين معك حبيبة قلبي. لكن مشاهدينا فاصل ومكملين معكم الفقره. رجعنا مشاهدينا نكمل فقرتنا عن الخصوصية بين الزوجين مع ضيفتنا ضحى عبد الله. ضحى يعني في بعض البنات في مجتمعنا للأسف مجرد ما تنخطب تقطع علاقتها، انتهت علاقتها مع العالم، تشوف الزوج هذا نازل ملاك من السماء، خلاص
خطيبي نام، خطيبي قام، خارجة مع خطيبي، جاية مع خطيبي، خطيبي خطيبي. حتى تخاف، تخاف يعني لو كان عندها صديقة مطلقة أي أحد كذا تخاف على مرة يعني حتى بعد ما يتزوج وخلاص تمحي الخصوصية دي، تصير حياتهم وحدة وتلصق فيه وما تشوف غير وتفصل مع صحباتها مع أهلها. يعني إيش المفروض الأساسيات اللي تكون عند هذه البنت؟ يعني إنه لا ليكي حياتك، ليكي عملك، ليكي وظيفتك أو دراستك، والزوج لي له وقته كمان. قلت لك كان عطائها، يعني هي قاعدة الحين بادية من أول من قبل ما تبدأ العلاقة وهي بتعطي بتعطي وبمخلياته كل حياتها ومحور الكون ومسوي، هو الحين يحسب كل الحريم نفس الشيء بالضبط، وتعيش حلم حلو جميل. بعد فترة كذا طبعا الرجل في عاده انه هو لما يزعل لما بيضايق بحب يدخل الكهف حقه، فهي ايش في ايش متغير، ليش متغير عليها، حاسه انه متغير عليها. ايوه وتنجن وتاكل في نفسها وتنكد حياتها وحياه عيالها والدنيا كلها. بعدين في النهايه هذا الزواج يعني ما حيستمر كذا، حتصير فيه مشاكل زياده وزياده، بينما لو تركت مساحه انه هو يروح ويرجع تركت مساحه انهم يتنفسون يعيشون حياه طبيعيه، المشاكل هذه حتقل بنسبة 90%، لأنه في نفس، في اشتاق، في هي تشتاق، في لما يقعدوا مع بعض يصير في حديث، يصير في محور حديث. أنا يعني أحس إنه لما زي الأم لما تقعد مع أولادها طول اليوم في البيت، فهي حتقعد بتطق هذا وتعصب من هذا، غير لما تسوي وقتها اللي معاهم حيكون يعني الوقت اللي أنا أقعد مع أولادي حيكون له معنى، له قيمة، لنا برنامج مع بعض، لنا وقت مع بعض. نفس الشيء الزوج لما تقعد تلصق فيه تلصق فيه وتلغي حياة صديقاتك، بعدين بيجي يوم تقدين لحالك تقول أنا وين، أنا إيش سويت بنفسي؟ وبالضبط هو ممكن يروح يعيش حياته. يعني كثير يقولون لي طب أنا أعطيته حياتي بعدين راح يتزوج، أي طب أنت اللي أعطيتيه حياتك. بالضبط وهذا خطأ، أنت اللي أعطيتيه، أنت أعطيتيه مفاتيح، يعني أنت أعطيتيه الحبل المشنقة عشان يشنقك، وبعدين تنهار حياتك، تدخل في كآبة وتدخل في مشاكل. مزبط. بعضهم تقعد فترة ما هي متقبلة أنه هو يتزوج عليها، خلاص يعني الأمر تتوقف الحياة عندها، تتوقف الحياة لأنها أعطته، لأنه كان محور حياتها، فتخيلي حياتها إيش حيصير فيها. تخيلي يعني انه انت تخلي محور حياتك الرجل، انه فين راح وفين جا، وتعطي حياتك كلها وفي الاخير يروح يتزوج عليك. طيب طبعا اكثر الرجال واغلب الرجال يجي يقول لك انا اتضايق من كلمه لا تساليني وينك، ولا تساليني مع مين رايح، ولا تساليني وين متى حرجع، متى حرجع، لدرجه انه يعني في شباب ومن ضمنهم مثلا اخواننا او شبابنا في العيله يقول لك انا ما تزوجت، ما بوحده تيجي تسالني فين رايح وفين جاي. لو انعكس الموضوع وجيت انا سالت زوجي فين طالع، متى راجع، مع مين حتروح، مع مين حترجع، هل حيسمح لي انه انا اتدخل في الموضوع ده؟ لا ايش هو مدي نفسه الصلاحيه انه هو يسالني؟ طيب يقولون يعني انه الرجال قوامين على النساء والدين الاسلامي. شوفي هو لا لا هم حافظين، بس طب احنا عشان ما نسبب مشاكل مع الكائنات اللطيفه هذه الجميله. اي جدا. طيب احنا حنمسك دائما العصا من النص. طيب. اوكي انه هم حيتبقوا من البدايه، اوكي ان انت في انا بقول لك اني انا طالعه التفاصيل الدقيقه يعني مو لازم، يعني مثلا انت رحتي السوق بعدين رحتي جدك صاحبتك طلعت صاحبتك طلعت تعشيتوا برا، يعني هذه الاشياء مريتي اختك مريتي امك، عرفتي يعني انت طالعه من هنا رحتي مريتي امك، اذا انت عودتيه من البدايه تدي له خط سيرك، خط سيرك وطول الوقت. بس عادي ممكن يدق عليك اهلي وينك، انا عند ماما. يعني عادي انت مو قلتي انك رايحه السوق، طب عادي طلعت ابن الحلال من السوق مريت على ماما، ليش ما قلتي لي؟ في بعض منهم يسوي مشاكل. قلنا العاده لازم انت تعوديه، يعني زي ما انت تعوديه. يعني وانا جد انا لقيت انه الرجل هو مرآتك، انت سمحتي له من البدايه، من بدايه البدايه هو يعني يكون حيز حياتك، هو يعني محور حياتك كله. يعني تتخيلي انت مثلا او يعني البيت كله قائم، يعني خلاص قائم على وجوده، ما بتتغدوا لما يجي ابوكم ما ادري، يعني فتخيلي هذا الاب فجاه مثلا يروح يختفي او يسافر او اي شيء. من باب التقدير يا ضحى، يعني انا شخصيا ما اشوف انه في غلط في هذا الموضوع. ما في غلط، انا ما اقول في غلط. أي. انا اقول مساحه حريه شوي بين الزوجين. تعاد يعني التوازن. انا يعني على انا احس التعلق يا ناس، تعرفون التعلق هذا كيف؟ بالعكس احنا حلو. بنعلق انفسنا. أي. البعض بيعلق بتعلق كل حياتها فيه، كل حياتها إيه كل حياتها. هذه أسرة، أنا بالعكس ما علقت نفسي في أسرتي، علق نفسي، علقي نفسك في الأسرة، في الأسرة وفي نفسي. بس الحدود. أيوه. الحدود. بس الحدود هو هذا، هي بس دائما الحدود. يكون في شعرة، في شعرة بس بالضبط. على سيرة أنه السؤال فين رايح فين جاي ومتى راجعه،
احنا لما نسال كزوجات نسال من باب الاهتمام. هو عنده مشكلتين، يا بتحققي معايا يا بتتعاملي معايا كاني طفل، مع انه هي تكون لأنه يعني احنا لما بنجي بنوجه الكلام ما بنوجهه بطريقه يعني هم لهم بطريقه معينه يحبوا ان احنا نكلمهم. طب ادينا الطريقه. ايه كيف ممكن واحده تيجي تقول لزوجها مش من باب التراجع؟ لا مو هي ما بتتلقف، هي بس مجرد انه من باب العلم بالشيء، يعني انت تدي لنفسك الصلاحيه انك انت تعرف. ايوه ابديت يعني. ايوه اديني. طب انت كمان خد سيرك يعني عادي، قيس الموضوع على نفسك يعني. ايش رايك اليوم؟ ايش تبغانا نسوي برنامج؟ انت متى بترجع عشان انا ارتب جدولي؟ يعني اشياء زي كذا يعني، ما تعطيه بطريقه انك اول ما ترجع علمني متى. يقوم يوقع على وجهه يقوم يقول والله ما اعرف متى راجع. بس هي دي الكلمة اللي حتنقال. الله غزة الدهب كل الحلول عندها مكفولة. لا لا عادي انبسط حبيبي، أهم شيء تكون مبسوط. حلو هذا، حلو الردة هذا حلو. يعني خليك لطيفة معاه يعني قد ما تقدري عشانك أنت. شوفي أنا اكتشفت شغلة إن إحنا لما بنمشي والله إحنا بنرتاح. بتروق دماغك. أنا قاعدة أقول لهم تخيلي أنت كل يوم بتزعلي تحطي على ظهرك برتقالة، بتزعلي من أمك من أبوك من شغلك من فلان من علان السواق الشغالة الأولاد، كم انت شايل على ظهرك؟ صرتي شجره، صرتي كراتين محمله. بعدين بعد فتره هذه الكراتين ترى حتعفن حتخرب، وانت شايلتها يعني صح. يعني وانت لسه بتشيلي وبتزعلي من فلان ومن علان وهذه ما كلمتني وانا طول الوقت شرهانه. فانت ايش بتسوي بنفسك؟ وانت ماشيه لوين؟ بعدين تلاقون سكر، تلاقون ضغط، تلاقون خلاص يا عمي تسامح وتسامح، والحياه خلاص بنعيش مره واحده. الله. ما نقعد نعاتب ونعيد ونزيد، يعني اللي بتخليه هي يتدخل في هي اللي بتتدخل في حياته حيتدخل في حياتها كثير في التفاصيل الدقيقه. اكيد طبعا صح. وعلى طاري التفاصيل الدقيقه يعني يمكن في خطا ثاني بيقعوا فيه كثير من الزوجات، انهم يدخلوا زوجهم او يقولوا للزوج كل المشاكل كل العائليه المشاكل. أنا لا المشاكل اللي هي واهلها، انا أيوه واخواتي أيوه. انا وامي وابوي انا كده تمسك وممسك عليها رهيب. بالضبط. فهذا كمان الخطا الثاني اللي تقع فيه انها حكي يعني كل يعني هي لما بتتزوج بتحس انه هو يعني حيجي فارس احلامها بحصان ابيض كذا، حيقول لها شبيك لبيك حبيبتي، حيسمع منها حيطبطب عليها. وفي البدايه صح يسوي زي كذا بس بعدين حيمسك عليها. هذه اختك اللي سوت، هذه اخوك اللي قال عليك كذا تبغى تروحي له كمان. يعني بتخلي تقدير الاهل يعني انه قلت لكم خلاص. انا الحين قاعد اقول الواحد ما لما تيجي ما تحكي مشاكلك صراحه، لا مع اهلك لا بعملك لا، خلاص خلي قعدتكم كلها صفاء ومحبه صراحه رومانسيه. يعني بس بالعادة لما تصير مشاكل أسرية دائما نستعين بزوج البنت يكون حكيم صديق. عرفتي فعلا يعني طبعا إذا كان هو يعني رجل ناضج وفي من الحكمة. أنا دائما عندي اعتقاد صراحة أن الرجل أنضج من المرأة، اسمحوا لي يعني لو أحد في بعض الأمور صحيح. لا شوفي الرجل بينظر للأمور لأنهم هم ما بيجردوا مشاعرهم. لا هم فيهم ميزة أنه هو مجرد مشاعر، أنت بتحكي بمشاعرك يمكن أنت تكونين يعني انت تكونين يعني انت مدخله العاطفه يعني بقوه وانت بتشوفيها من زاويه صغيره. ليش انا دائما يعني ابوي الله يرحمه لما كان يقول لي رايه في شخص كنت اقول لا لا يعني لا 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 ما لا، بس بعدين اكتشف انه رايه كان صحيح 100% لانه هو بيشوف الشيء متجرد. صحيح زي صح. انت بتشوفي ماركه هذه قيمتها ب 20,000 تقول واو ابغى هذه الشنطه تجنن مدري ايش، يقول لك والله ما تستاهل شوفي قماشه لا 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 ابغاها هذه ابغاها بس يعني انت هو بيشوف الشيء يعني انت احنا مثلا بنلاحظ والله انا اليوم انتبه انك انت مغيره لون عدساتك مغيره شعرك كان حجابك هذيك المره، هو ما بيشوف هذه التفاصيل الدقيقه، هو بيشوف الشيء يعني كامل اسود وابيض اسود وابيض غير تفاصيل. يقول لك المره لما تسال زوجها ايش متغير فيني كانها فتحت له طبون سياره بتقول له حرام بتقول له ايش في بالسياره شيء متغير. لانه هو ما بيشوف هذه الاشياء اللي انت بتشوفيها صح. بس بالمقابل على سيرة أنه أنا مثلا ممكن أستعين بزوجي في بعض المشاكل الأسرية اللي تخصني أو العائلية، الرجل يمنع تماما الزوجة أنها حتى تسأل مالك. أنا وأخواني ما يخصك، أنا وأهلي ما يخصك، ما يبغى يفتح هذا النوع من النقاش. خلاص أجل لا تقولي له لا. أنا ما أشوف أنه غلط، أنا بتكلم بس أنه ليش تركيبة الرجل على المرأة هنا مختلفة؟ انا ممكن استعين لا هو طريقه تفكيره. انا يا جماعه اكتشفت انه هو بيفكر بطريقه غير اللي انت بتفكري فيها صح تماما صح. هو بيشوف الامور من منظور ثاني ابدا ابدا. يعني كل يعني ما في مراه ما تقول ان كل النساء عايشين مع ازواج سعيدين الا انا
كل الناس مبسوطين مع ازواجهم يعني صح، لان حمايه الخبايا والامور كيف ايوه، لانه هي بتشوف العشب من جهتها هي، ما بتشوفه من جهتهم هم، هي بتشوف اللي هي تبغى تشوفه. فالرجل نظرته يعني مجرده اكثر من كل شيء، فهو بيشوف انه له الحق، انه هو بيخاف عليكي، انه هو اللي بيحميكي كمان. يعني ترى يعني لهم شوي ان نعطيهم شوي كذا صلاحيه. إيه انا اتفق معك. ايوه سدد وقارب، سدد وقارب. يعني ما يصير إيه. يعني انت تخيل يعني هو ماله دخل وانت مالك دخل، تعيشون مع بعض على اي اساس؟ صح. لا هو ممكن في بعض هي بس الحدود شويه، في بعض الاشياء تدخلي ولا تدخل. الرجال ضحى ما فيهم للبربره، ما يبغوا يتكلموا، ما يبغى يتكلم. الله يدخل في كذا في مشكله الفلانيه مثلا، امك اختك عملت فعلت، مالي دخل مالي دخل، خلاص خلاص يعني خلاص يقفل لك الموضوع تماما، لا تتدخلي. ولا انا اصلا ما ابغى اتدخل. وعلى فكره اذا حكيتي له مشاكلك مع اهله بتزيد الطين بله، يعني هذا موضوع ثاني طبعا، حيقول لك شوفي ايش انت مسويه عشان هم سووا كذا، وحتدخلي نقول لك خير الكلام ما قل ودل. طيب ضحى بشكل سريع، البنت او الزوجه اللي عودت زوجها بعد مده طويله انه هو يتدخل ويسال وما يكون في انا واحده قالت لي بطاقتي صراف معاه. اي طب تقدر تتراجع او لا؟ يبغى لها قوه في تصحيح. يبغى لك شوفي يعني انت اي شيء بتسويه لازم تتحملي رده الفعل، وتقولي انا مسؤوله عن الشيء اللي بيصير. يعني انا مسؤوله، انا الحين جيت الوظيفه وتركت بيتي واولادي، انا مسؤوله عن النتائج اللي حتترتب عن كذا. يعني وخلاص وتاخذي القرار وانت مقويه قلبك. انه معلش، وعلى فكره في كثير ناس حيرجع يتغير وحترجع الحياه تتوازن، شيء طبيعي، بس هي طبعا نعطيه وقت. وبقول لكم ترى الحب يحل كل شيء. يعني احنا لما بنناظر الشيء، لما بنناظر ورده بعين الحب، قولي تفاهم. الحين تقول لك الحب يصنع المعجزه. ايوه. لا لا لا، مو الحب، الحب اللي احنا شوفوا. ايه. بس نقطه واحده ودي اقولها، دائما الحب احنا ناخذه بين امرأة ورجل. أيه. وشيء حتى بعضهم ياخذون حلال وحرام. لا، الحب في اي شيء بتسويه. حلو. شفتي لما بتشربي كاسة الشاي، يا الله طعمها لذيذ لانك تشربيها بحب. الحب الشيء اللي انت بتسويه وانت مبسوطه وانت سعيده حينتقل لجنبك. صحيح. هذا قصدي انا في الحب. يعني انت لما بتقومي الصبح بتقولي يا الله يا زين هاليوم، يا حلو يوم الجمعه كذا، يعني بتجيب لنفسك طاقه حلوه. تفاؤل يعني. بالخير تجدوه. ايوه، لما احنا حنحب الشخص اللي قدامنا هو حيحس. صح. يعني حتى لو انت ما تتكلمي، حتى مع المصور اللي قاعد هناك، انا ما بتكلم بس هو حاس انا احبه ولا ما احبه. ما في احد ما يحس بطاقه الحب هذه، عرفتي كيف؟ صحيح طبعا. بس هو صحيح شوفوا ولا درى عني. ده عبد الله، الحديث معك الى يوم. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، تشرف فيكم. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل للدكتور خالد. أكد المختصون ما بين طبيب وصيدلي من خطورة تبادل وتهادي الأدوية على سبيل المجاملة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر وبقوة دون الأخذ بعين الاعتبار على الآثار المترتبة على هذا الموضوع. سيدتي يناقش الموضوع مع الدكتور والاستشاري الأستاذ خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين. أهلا بك دكتور خالد. حياكم الله وحيا. بعيدا عنك، أنت داخل الاستوديو أنت زعلان مننا. أوكي. نعم. لكن ما بيننا الزعل. طيب دكتور، حدثنا أول شيء التصرف اللي أنا كنت جالسة بتكلم عنه، أنه هو الناس اللي يهدوا بعض الأدوية، أو أنا مثلا أوصف لرؤى أديها دواء، ايش الخطوره والاثار المترتبه على هذا التصرف؟ اوكي، طبعا انا اشكركم على الاهتمام الصحي في تسليط الضوء على هذه النقطه المهمه. الادويه هي مركبات كيميائيه. صحيح. لها فوائد ولها مضار. أكيد. ولها اعراض جانبيه. البنادول اللي الناس ياخذوه بشكل يومي، لو تفتحوا الاعراض الجانبيه في اربع صفحات. صحيح. كلها سايد افكت. سايد افكت. فانت لما كطبيب تكتب دواء، نعلم الطبيب في كلية الطب أنه يأخذ من المريض التاريخ المرضي، وبعدين يفحص المريض، وبعدين يحط احتمالات، هل فائدة المريض هذا أعلى من مضاعفات الدواء يعطيه الدواء، فائدة خطر المريض من الدواء أقل أكثر من فائدته ما يعطيه الدواء. صح. فهي احتمالات.
لما أنت تجي لأعز الناس عندك. هذه نشوفها في ظاهرتين منتشرتين جدا في المجتمع. واحد يطلع لأمريكا ولا ويروح يقضي في الصيدليات، وتعرف الصيدليات يشتري شوكولات وكمان يشوف فيتامينات، أو فيتامينات كالسيوم وفيتامين بي وللشعر ولصحة العظام، ويروح يجيب بوكسز الأم وأبوه ويهديهم. كثير من المرضى يجيني يفتح البوكسز هذه. طبعا الفيتامينات لا يحسبونها الناس انها ادوية من غير مضار. في فيتامينات تسبب تسمم، تسمم ممكن تسبب مشاكل في الكلى، ممكن تسبب حصى في الكلى، ممكن تسبب دخول في المستشفيات، ممكن تسبب مشاكل في النظر، ممكن تسبب توسع في الكبد. ففي مشاكل للفيتامينات، فانت ما تعطي الدواء الا لواحد يحتاجه. هذه طريقة. الطريقة الأخرى واللي نراها أكثر، وبعض الفيتامينات أيضا حتى محتوياتها تحتوي صوديوم وأملاح، وهذه ما تنفع المرضى القلب. الطريقة الثانية واللي نراها كثير في الاستراحات بين المتقاعدين، إنه بعض الناس يهدي منشطات لزملائه تقربا له، ونوع من الضحك جوك، وفي نفس الوقت يبين له محبته. طبعا وهي غالية هذه الأدوية، لكنها هو ما يدري أنه ممكن يدفعه إلى حتفه. يعني صح. أنا رأيت في ناس كثير سجلت علميا جتهم جلطات وفيات، وناس كثير جتهم جلطات قلب ورأيتهم، وفي ناس لا زال أتذكرهم قعدوا يكحوا دم بسبب تجمع السوائل في الرئتين. فما هي من السهولة أنك تعطي واحد دواء والدواء هذا قد يكون له أعراض جانبية وأنت ما تعرف صحته ولا المشاكل التي يعاني منها. حتى لو كان هذا الدواء ما يضر، ممكن عنده حساسية منه. صح. انت في بعض العطورات تعطيها تهديها لبعض الناس عنده حساسية من الدواء هذا، تلقى بالعطر يرش عليه واللي يحط عليه تلقى يده تنتفخ وحلقه يتورم يروح للطواري، وانت تهديه هداء. خلي الأدوية. الأكل ما في شيء آمن من الأكل. أنت بعض الناس حساسين للبندق المكسرات، تحط أكل فما بالك بأدوية سموم هذه. فيجب أن ننشر ثقافة أنك ما تهدي دواء بأي حال من الأحوال. أنت تبغى تهدي له لصحته، خذه وديه عند طبيب، أقنعه وخليه يتكلم مع الطبيب، والطبيب يكتب الأشياء اللي يحتاجها. كذا تكون نفعته وما ضريته، في نفس الوقت بينت له انك تهتم بصحته. كمان يا دكتور يعني بنشوف انه على انا حسب ما ذكرت الحين يكون في جلسات حد معاه دواء قولون، فيفتحوا الشنطه ويدونا دواء قولون. نعم. فهذه الادويه ليش الواحد ممكن يستهين بها؟ هل يعني مثلا النسبه العليا انه كل الناس ممكن عادي يتعاطوا هذه الادويه سواء كانت قولون او عسر هضم او خافض حراره وغيره، طالما انه هي ما هي مضاد حيوي؟ لا، هي ما بس على ادويه القولون، هي ثقافة قلة وعي صحي. ولذلك أكبر شيء في رفع الوعي الصحي اللي أنتم تقومون فيه الآن، نشر المعلومات الصحيحة. لا ينتشر الجهل إلا في وجود الظلام. صحيح. لا تنتشر المعلومة الخاطئة إلا في وجود غياب المعلومة الصحيحة. فنحن لازم نقدم المعلومة الصحيحة للناس. تجد ناس في المساجد، جاء مثلا واحد بعد الصلاة عندي صداع، طلع لك أعطيك واحدة من حبات الضغط اللي عندي، يعتقد أن ما في الضغط حبة إلا الحبة اللي هو يأخذها، والناس كلهم يأخذون نفس الشيء. ما يدري أنه ممكن يضره، ممكن يقتله بهذه الحبة. لكن هو من طيب نية، لكن لو عنده هذه المعلومة أنه ممكن يضره ابتعد عنها. في بعض الناس بعد الغداء، يعني أنا حضرت غداء اليوم، حضرت غداء بعد الغداء قام يوزع حبوب سكر. البعض يعني خذ حبة سكر عشان تنزل الوزن حقه. فهذا خطأ. يعني المفروض أن الواحد ما يوزع الحبوب لبعض الناس وهو يعرفها. فهذه هي الفكرة. الفكرة أنه يجب أن تكون واعي ودفع الضرر مقدم على جلب المصلحة في كل المفاهيم. فلا تهدي حبوب، لا تهدي حبوب. أنت يهمك صحة الشخص اللي قدامك، خذه ودي عند الطبيب، خليه هو يقرر ماذا يريد. بس يا دكتور يمكن بعض الناس يستهين بالموضوع لأنه يقول لك إنه هذه الأدوية موجودة على أرفف السوبر ماركت، ما تحتاج إلى وصفة طبية، فبما أنها موجودة في السوبر ماركت وفي الصيدليات اللي هي على الأرفف المفتوحة، فأقدر إني أستخدمها أو أهديها من غير ما تسبب مضار. ماشي، ما نمشي معك للأرجيومنت اللي أنت تقوله، نمشي معك للصيد. أنت تقول الموجود على الأرفف
الحدث ايش هي؟ مثلا فيتامينات لا لا زي باراسيتامول. أيوه. باراسيتامول هذا انت تحس انه الدواء الوحيد اللي بيسبب مشاكل، خلينا نفتح الباراسيتامول. أيوه. نفتح الاعراض الجانبيه يسبب فشل كبد صح. نعم معروف الباراسيتامول من اهم الادويه اللي يسبب فشل كبد يسبب. ممكن يستخدم كوسيله انتحار، ممكن يستخدم كوسيله انتحار. نفتح البروفين، البروفين اوفر ذا كاونتر، نفتح ونشوفه يسبب فشل كلى، يسبب ممكن فشل كلى. طيب قبل الاسبرين يقول لك الاسبرين خذ حبه في اليوم وانت لا الاسبرين ادخل للطوارئ شوف الناس اللي يجي بالنزيف. الفكره انه ليش وضعت اوفر ذا كاونتر؟ لانه استخدام الناس لها كثير واعراضها الجانبيه قليله عند الناس اللي عندهم وعي صحي. ايوه لكن لما يكون الوعي الصحي منخفض ممكن اخذ شيء يضرني. ومن ضمنها هذه الادويه. فالفكره انه رفع الوعي الصحي لهذه الاشياء ممكن يخلي الناس يعرفوا يتعاملوا مع اوفر ذا كاونتر. طيب الحين في قنص صح. تقدر تروح تشتري قن صح؟ صحيح. الان بنادق الصيد محلات في كل محل صحيح. هذه مفتوحه اقدر اروح اشتري بس ممكن اقتل فيها واحد. مزبوط. فانت ما لازم تعرف كيف تستخدمها وما هي منافعها وما هي مضارها. طيب دكتور برضو الامهات، احنا الان يعني تكلمنا عن الناس الكبار بس مثلا برضو في بعض الامهات تيجي توصف لاختها مثلا ادي ولدك الدواء الفلاني عشان مثلا خافض من الحراره او مثلا عنده كحه او 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 برضو الأدوية دي برضو عليها مشكلة. لا أنت شوفي الأم مدرسة تجارب وهي تعطيك من تجاربها وتقول لك هذا خافض حرارة وهذا خافض حرارة كويس، لكن الأم تعطيك من تجربتها، قد تكون تجربتها لطفل في وزن معين في وقت معين صح ولا لا؟ صح. انت خذي تجربتها وكلمي طبيبك، الو الولد اللي فحصته كان وزنه كذا وكذا، الوالده قالت لي انه الدواء كذا وكذا اعطيه ملعقه كذا وكذا بدل اللي اعطيه، اذا قال لك الطبيب كويس خلاص، انت اهم شيء انك ما تضري الطفل اللي ونرجع عندك. للطبيب في الاساس، إيه؟ طب اهم سؤال في هذا الموضوع كله، المنشطات الجنسيه اللي تباع على الانترنت، بتتباع على بالتليفون بتقدر تطلبها في بعض الدول، يعني الناس بيشتروها وبيهدوها لبعض كمان، وما بيهتموا يعني انه يطلوا في الاثار الجانبيه زي ما يقول لك الا انت حتتزوج او انت كبرت في السن خذ هذه وانا جربت هذه وزي كذا، ايش اضرار هذه الادويه؟ طبعا الادويه واستخداماتها في السوق السوداء كثيرة عشان ما نظلم الرجل بس في السوق السوداء اي السوق البلاك ماركت في السوق السوداء وبالذات صيدلية الانستغرام. يا سلام الانستغرام هذا صار صيدلية مفتوحة لكل شيء ممنوع وهذه مستحيل انك تجي توقف الانستغرام في العالم كله صح ولا لا؟ صح. لكن انا اقدر اوقف الانستغرام بزيادة الوعي عند الناس لما اوعي المشترين ما يشتروا ما يروح الانستغرام وعشان ما نظلم الرجل ونقول بس انهم يشتروا منشطات في كثير يبيعوا أدوية الاسقاط صح ولا لا صح. عند النساء ويتهادونها فهي مشكلة الوعي في حريم كثير توفي بالأدوية هذه المزبرستول وهي بسبب انها واحدة قالت له خذي انت تعبانة من الحمل وخايفة على نفسك خذي الحبتين تيجي في طوارئ طبعا غير حبوب التنحيف خذي كمان هذه قصة اخرى فالفكرة انه لكل شيء تبغيه طريق سليم والكل شيء تبغيه طريق غير سليم الطريق الغير سليم قد يكون أرخص لك ما في مشاكل لكنه قد يكون أخطر إذن دكتور أنت تأيد تستاهل ولا ما تستاهل تأيد أنه هذا الموضوع يكون مقنن أكثر وأنه الكثير من الأدوية اللي تصرف من غير وصفة طبية ترجع ثاني مرة يعني مثلا زي أدوية القولون تحديدا ترجع توصف ب شوفي القوانين أنا مش عضو في إدارة تقنين اللجنة الأساسية في هيئة الغذاء والدواء وأعرف أنهم يبذلون جهود كبيرة جدا ليلا ونهارا في تقنين الأدوية والأدوية موضوعة والقوانين حقتها موضوعة بوضوح لكن يظل الوعي الصحي كبير جدا إذا عرف أنه هذا ما يصرف إلا بوصفة طبية وعرف الصيدلي أنه اللي جاي هذا الوصفة لو سمحت وانه صرفها من غير الصيدلي بعد كذا بيتبع القانون صحيح. لكن لو عرف انه ممكن انا مشي من غير مساءلة وهذا بيسكت وهذا بيسكت تمشي الامور ليه احنا دكتور يعني وصلنا للمرحلة دي على قد ما عندنا وعي وثقافة بس برضو ما زالت حكاية انه احنا ناخذ الادوية من غير وصفات طبية ومن غير استشارة طبية كسل مننا احنا اجي مثلا عندك دكتور اخذ موعد
واقعد عشان ادخل عندك صح؟ لا دحين اي واحد لما يجي يمرض في البيت ولا في اي محل يقول انت تعبان يا اخي روح للدكتور اقرب دكتور في صيدليه، حتى الصيدلي ينادوه يا دكتور صح. ويروح له، انت اجلسي عند الصيدلي لا تسمع كلامي، اجلسي عند الصيدلي واسمع الناس. يجي نعم والله معي كحه ومعي الم في صدري ومعي بلغم، خلاص اعطيك مضاد حيوي واعطيك فيتامين سي. في حراره يسالون في حراره ايوه خذ. يجي اللي وراه والله معي الم في بطني ومعي من كذا ايش اللي. لانه ارخص له ما ادفع صح. له الا قيمه الدواء بس صح. لكن لو رحت للطبيب ممكن اجلس انتظر في الطوارئ وقت طويل وادفع زياره الطبيب اذا رحت في الخاص، وانتظر في الطوارئ وقت طويل اذا للحكومي، وبعدين تحاليل، وبعدين يبغى لها وقت صح. مع انه الطريقة الأسلم لصحتك هو أنك تروح للطبيب. طبعا هذه القوانين كلها الآن وزارة الصحة قاعدة تضع لها طرق في كيف أن الواحد يصل للطبيب بأسرع وقت ممكن، وهي موجودة. والآن مو لازم تروح للطبيب، في رقم في الطوارئ في وزارة الصحة 937 تتصل عليه ويعطيك طبيب يتكلم معك مباشرة ويعطيك التشخيص إذا أمكن، ما أعطاك يحولك لأقرب محل تشوف فيه فحوصاتك صح. اهتم بصحتك صحيح قليلي. صحيح دكتور خالد النمري، يعني شكرا على هذه النصائح، شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل وفقراتنا مستمرة. سيدتي كيف تستعملين القطعة بأكثر من لوك مصممة الأزياء مشاعل الياقوت؟ تعرفنا على ذلك في التقرير التالي. يا هلا ومرحبا، معاكم مشاعل ياقوت مصممة عبايات وأزياء. راح أطل عليكم في برنامج سيدتي كل يوم جمعة في فقرة Tips of Fashion. كثير منا يشتري القطعة وما يعرف كيف إنه يستخدمها بأكثر من لوك. اليوم راح أساعدكم في طريقة كيف إنه نستخدمها بأكثر من لبس. هذه القطعة من قماش خفيف، استخدمت فيها شك ولول ومنثور، ضفت لها الجينز والبودي، صارت القطعة أكثر ترندي وعملية. بإمكانكم تستخدمونها كيومي، وبنفس الوقت تقدرون تلبسون تحتها فستان قصير، بتصير القطعة أكثر كلاسيك. هذه القطعة عبارة عن سكارف، استخدمتها بأكثر من لوك. اللوك الأول لبستها جينز مع بدي أبيض، وتقدرون تلبسون معه ليجنز أسود في أسود، بيكون بعد مرة حلو، وفي نفس الوقت تقدرون تلبسون معه فستان. أضفت الحزام عشان يبرز من عند جهة الخصر، وبنفس الوقت بإمكانكم إزالة الحزام، فتبقى القطعة مرة حلوة. استخدمت معاه فستان صيفي ويكون كلاسيك بعد، في نفس الوقت تقدرون تستخدمونه كيومي زيارات والمناسبات. كذا بالنهاية وصلنا فقرة اليوم، ألاقيكم بالأسبوع الجاي بفقرة جديدة. وننتقل لجولة لحديث العواصم من مجلة سيدتي، نتابع. طيب شو؟
نعم مجلة سيدتي أكيد تفاجئنا بأغرب الرحلات في العالم وبعض الأشياء الغريبة اللي بتصير. أنا كنت أبغى أسألك يا غزل، إيش اللي لفتك أكثر شيء؟ الكرنفال اللي صار في فرنسا. أنا تعجبني، لسه كنت جالسة بتكلم معكم، تعجبني الكرنفالات دي اللي تصير خصوصا مثلا بتكون برا، المجسمات المسيرات اللي يعملوها صح. حلوة فأنا تجذب نظري يعني الأشياء دي. أما أنت يا ريم؟ إجراءات التحرش الجنسي حلو، وحلو لما تصير كل ما لا تصير صارمة وقوية ومتشددة وصعبة وأكثر حزم، خصوصا في المجتمعات اللي فيها اندماج بين الرجل والمرأة وإنه في كل مكان مع بعض صحيح. زي كده، فهذا شيء عظيم. طبعا احنا في انتظار التقرير الجاي ان شاء الله الاسبوع الجاي من مجلة سيدتي، ونشوف ايش في كمان رحلات ثانية. مشاهدينا احنا حنكمل معاكم لكن بعد الفاصل. جائزة رواد التسويق جائزة مهنية مستقلة تسعى لتعزيز ممارسات التسويق من خلال العمل مباشرة مع المنظمات المخططة أو المسؤولة عن الحملة التسويقية. هنعرف عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر في هذا التقرير. احنا مشاركين هالسنة هذه فقرة الموروث الثقافي بفيديو حصري خاص بالجائزة، وإن شاء الله يعني الفيديو هذا يتكلم عن حقبة زمنية وعدنا ابتكارها من جديد إن شاء الله، وراح يكون هالفيديو هذا من إخراج ماجد العيسى وإنتاج شركة أيدي. جائزة رواد التسويق هي وسيلة أنشئت ودخلت إلى السوق ليكون لها دور كبير في مسألة رفع مستوى الجودة في الإعلان وفي التسويق في أسواق المملكة العربية السعودية والخليج، فهي ستكون كضابط للنوعية للجودة في هذا السوق، سيكون لها دور كبير جدا في مسألة مراجعة الأعمال التسويقية في السوق وتقييم هذه الأعمال وتحديد الجيد منها والسيء، ويفترض أن إبلاغ أصحاب هذه الأعمال بالجيد منها والسيء حتى يتم يعني تحسين الجيد وتدارك السيء في التجارب التسويقية الجديدة. عندنا إيمان كامل بالجائزة والقائمين عليها، مجموعة من الخبراء في التسويق سعوديين ومحليين ومن الخليج العربي، وهذه الجائزة تمثل قطاع التسويق ومن أهدافها الارتقاء بهذا القطاع ومكافأة الحملات التسويقية المبدعة في مجالات مختلفة. جائزة رواد التسويق اليوم يعني شاهدنا حضور مرة كبير من المهتمين في التسويق، من اللي في مجال التسويق وحتى الإعلام، كان في تواجد للإعلام التقليدي وتواجد للإعلام الجديد اللي هم مشاهير السوشيال ميديا، وهذا شيء طبيعي إنه ينعكس إيجابياً على الجائزة وعلى حضور الجائزة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب معي في الاستديو بجواهر المدبل عضو مجلس الأمناء واللجنة التحكيمية بجائزة رواد التسويق. أهلا بك جواهر. أهلا. في بداية تعرفينا إيش هي هذه الجائزة، جائزة رواد التسويق؟ زي ما حكيتي حضرتك قبل شوي، هي جائزة مهنية مستقلة، الفكرة منها الأساسية أنه ننهض بعلم التسويق من ناحية الممارسة والتطبيق. الفكرة العامة اللي متواجدة حاليا عن علم التسويق أنه هو السيلز والبروموشن أو اللي هي المبيعات والإعلانات، وهو علم كامل ومتكامل، وهذا الشيء إحنا كمان حاولنا أنه إحنا نوضحه للجمهور
بالمسارات المختلفة اللي إحنا نطرحها. مثلا السنة هذه أضفنا مسار منتج العام، أضفنا مسار متجر العام، وأضفنا كمان الإعلان الكوميدي اللي هو واحد كوسيلة من وسائل السيلز أو البروموشن. المتجر والمنتج هذول شيئين جدا أساسية في تسويق العمل في النهاية. فإذا كان الباكجينج حلو، إذا كان المكان كأتموسفير حلو، هذا بيدعم المنتج. صحيح. فهذه الأشياء تغفل كثير من الناس عنها، وإحنا قاعدين نحاول أنه إن شاء الله بكل سنة أنه نطور وننشر الوعي أكبر للناس. يعني هل أنت بتقيموا الإعلانات اللي موجودة سواء المرئية أو إنها على الصحف أو جميع الإعلانات الموجودة؟ صحيح، بس إحنا ما نقيم جميع الإعلانات الموجودة، إحنا نقيم الإعلانات التي تصلنا من الجهات اللي صاحبة الشأن أو صاحبة العلاقة، وليس من الماركتينج ايجنسيز اللي عملت الإعلان. فمثلا إذا أنا صاحبة المنتج أقدم على الجائزة، أحط أعبي البيانات اللي هي مطلوبة لتقيس الإبداعية، لتقيس مدى وصول الحملة بشكل عام للناس. فإذا أنا مثلا حطيت هذه المعايير وعبيتها في الجمعية عندنا أو ضمن اللجنة التحكيمية اللي يتعدى عددها 50 محكم، نقيم هذه الحملات بهذه الناحية، أنه إحنا كمان نغطي أنه التحيز، لأنه صار في عدد كبير من المحكمين، واللي يقلل كمان أنه الشك بالمصداقية. وهذول المحكمين كمان عندهم من مجالات مختلفة، من مجالات أكاديمية أو من مجالات ممارسة. فإن شاء الله أنه تكون هذه الأعمال أنه وصلنا فيها الرأي اللي هو من وجهة نظرنا أنه رأي مناسب. جميل. طب إيش هي الفئة اللي تستهدفوها من خلال هذه الجائزة جواهر؟ الفئة المستهدفة أصحاب المنشآت، الفئة المستهدفة الطلبة والعاملين في مجال التسويق، كل هذول أنه إحنا حابين أنه نوصل لهم بحيث أنه ننهض بالمجال ككل. المجال هذا في الوقت الحالي هو ممكن إحنا نعتبره في السعودية بالذات ناشئ، يعني ما هو لسه جديد بالضبط، يعني انه كان حكر على مجموعات معينه او على فئات معينه، وكنا دائما نرجع للخارج انه احنا نجيب منهم الاعلانات. فكانت في ممارسات خاطئه او ممارسات لا تناسبنا، وان شاء الله انه هذه احنا نحاول نتخطاها في القريب العاجل. طيب في مجال تذكري لي بتفاصيل اكثر ايش هي تصنيفات الجوائز وعلى اي اساس بيتم اختيار المرشحين لها؟ تمام. تصنيفات الجوائز هذه السنة شملت 8 مسارات، منها المسارات الأساسية عندنا كانت المسارات الحكومية، مسار الطلاب، مسار المنشآت الغير الربحية، وكمان عندنا مسار الموروث الثقافي واليوم الوطني، منتج العام زي ما ذكرنا، ومتجر العام، والإعلان الكوميدي. هذول 8 مسارات كان في عندنا اللي هو الحكومي، لأنه إحنا نبغى نوصل للجهات الحكومية أن تواجدها مهم. أكيد. ما عاد زي السابق أنه أنا جهة مستقلة ولا أتعاطى مع الكاستمر أو الأند يوزر. فهذه جدا مهمة أنه إحنا نوصل لهم فيها. بالنسبة للجهات الغير ربحية كمان صار جزء مهم من تواجدها على الساحة، أنه توصل للناس أو المستهلكين أو المتبرعين بمختلف أطيافهم. الطلاب لأنه اليوم ما عاد زي زمان، يعني قبل 10 سنوات ما كنا نلاقي الطالب غير يدرس. صح. الحين الطالب ما شاء الله صار أكتف، صار يطلع ويدخل ويبغى يبني اسمه قبل حتى ما يتخرج. فحملاتهم وهذه التفاصيل بالعكس إحنا نبغى نقيمها ونبين لهم إن شاء الله إنه إذا وصلوا إنه إحنا كمان قاعدين نسهل لهم السبيل إنه يكون لهم بروموشن أو دعم، إنه الجهات المختلفة إنه شوفوا هذول شبابنا إيش سووا. بالنسبة للي حكينا عنه قبل زي المتجر والمنتج، هذه متواجدة، واليوم الوطني والموروث الثقافي جزء مننا. والشركات الحمد لله صارت تنتبه لها، فكمان حبينا ندعم هذول الاثنين ويكونون معنا. طيب الفائزين اللي فازوا بهذه الجوائز كلمينا أكثر عنهم. بالنسبة للفائزين كل مسار كان في عدة مراكز اللي هي الأول والثاني والثالث كمرشحين. الحمد لله كل مسار يعني كان في ضمن المقدمين أعداد أكبر. المؤهلين كان يعني حتى في بعض التفاعلات في تويتر على المرشحين في بعض المسارات، هي بس احنا كنا حابين نشوف انه نقيس ردة فعل الناس على هذه
المشاركات. بالنسبة للفائزين عندنا مثلا بهذاك اليوم بالحفل انه يعني من الاشياء الظريفة انه مثلا شاورما فازوا بالمركز الاول للموروث الثقافي، بس لما طلعوا على المسرح اعترفوا بغلطتهم بالنسبة للإعلان اللي انتقدوا الناس. وهذا هو بعض الإعلانات لاقت انتقاد كبير صحيح ورأي عامة يعني انه ضدها كثير يعني صحيح. كيف كنتوا بتتعاملوا مع هذا يعني؟ هو احنا الفكرة هي انه اذا احنا نقيم عمل بعمله احنا لا نقيم منشأة بكل ما فيها صح. هذا العمل قدم على هذا المسار، نقيم هذا العمل على هذا المسار. فما شاء الله عملهم في الموروث الثقافي كان مناسب ووصل لكثير ناس ولامس الناس عن قرب، ف يعني كان له الحظ انه يكون من الفائزين. بس مثلا عندهم اعلان ثاني حصل فيه دروب، حتى هم يعني عارفين إيه؟ عارفين بهذا الخطا. فهذا شيء جدا جميل انه احنا يعني نوصل للناس انه في صح وفي خطا، وهذا يعزز انه احنا نبغى نوصل للممارسات الصحيحه وليس لاي ممارسه في الاعلان. جميل. طب على اي اساس انتم بتختاروا الفائزين هذول؟ اللجنة التحكيمية زي ما حكينا قبل شوي هي لجنة فيها نطاق واسع من المحكمين، كل شخص قاعد يحكم على حدة بدون أي حزازيات زي ما نقول أو أي تحيز لأي جهة معينة. بهذه الطريقة أنه إحنا نضمن نوعا ما المصداقية. حتى لو شفتوا مثلا الإعلان ده عليه إقبال جماهيري، الناس مرة طايرين فيه، إذا ما ناسب هي التوقعات اللي انت حاطينها او ما هي توقعاتنا احنا، هي مواصفات، هي مواصفات الحملة. يعني انا مثلا ممكن انا حابه اوصل لنفرض الكوب اللي قدام حضرتك لشخصي لمجموعه معينه من الناس. السؤال انا ايش كنت ابغى اوصل في هذا المنتج؟ ابغى اوصل شكله، ابغى اوصل فائدته، ابغى اوصل ايش اللي انا كنت حابته. ممكن وصلت حاجه بس ما هي اللي كانت من اهدافي في الحمله بس وصل شيء ثاني. فاحنا نقيس انت لما عملت هذا الاعلان أو عملت هذا الحملة التسويقية إيش كنت حابة توصل. فإذا هذه الفكرة الأساسية أو الهدف الأساسي الإعلان ده وصلها أوكي إن شاء الله أنت يعني you're getting تأخذ تقييمات أعلى. بس إذا أنت عملت إعلان وصل منه رد فعل عكسي، يعني مثلا في احيانا يوصل اشياء رد فعلها عكسي وليس المرجو، ومشاهداته عاليه ولو اصداء عاليه، بس هذا لا تدل على نجاحه. مش انتشاره ممكن يرشحه لاخذ الجائزه دي؟ لا. طبعا جوهر احنا مكملين معك، لكن مشاهدينا حنطلع فاصل وراجعين. مشاهدينا واكيد في اخر فقراتنا لليوم الفقره الطربيه مع الفنان عبد الله الحماد، حياك الله. يا اهلا وسهلا. اهلا فيك عبد الله، مرحبا فيكم كلكم. والله اكيد ختامها مسك العاده مع تاج راسي، الله يسعدك. خليني اسالك، ابغى اعرف اول، يعني ما حاسالك ايش كانت بداياتك وي وي وي، لكن ابغى اعرف ايش الاغنيه الاولى اللي طلعت بيها. اول شيء مساء الخير على الجميع، مساء الخير عليكم وعلى الطاقم كامل هنا. اهلا بك. والله بداياتي كانت تقريبا شبه شعبي خاص، أي اللي هو في الافراح لسه ما برزت وقتها ولا كنت حاب اطلع. فبعدها على طول طلعت انا للخارج، درست، خلصت من الدراسه ورجعت هنا للسعوديه مره ثانيه. تمام. لما رجعت للسعودية هنا بديت هنا المشوار الأساسي حقي. يعني دراستك ما شغلتك عن الشغف اللي عندك لحب ال؟ لا والله، لا والله، أهم شيء أنا لبيت رغبة والديني. هذا أول شيء، خلصت الدراسة لهم بعدين رجعت هنا وقلت أنا الحين دوري. أي نعم، هذا شيء حلو. يعني إيش هي أغنيتك الأولى السينجل اللي نزلتها؟ الأغنية الأولى كانت بعنوان كل الحكي، كل الحكي، كلمات الشاعر بدر الصخري أحب أمسي عليه، والحان طبعا الحاني انا. هذه اول اغنيه طبعا. طب ممكن تسمعنا؟ ابد من عيوني. تفضل. وش احلى من هذا الكلام، امان لي بس اسمعي، انت الوفا وانت الهيام، يا اصدق احساس وغلا، احبك كلي وانا معك يا
شعور بالهنا لحظة أشوفك وش جرى كل الحكي يوقف هنا. طيب عبد الله خليني أسألك، مين أكثر مطرب أتأثرت فيه وحسيت أنه أنت متخرج من مدرسته؟ والله شوفي من ناحية المطربين في كثير، بس اللي أنا كنت أسمع له من زمان وأحبه يعني عبادي الجوهر طبعا. الله الله، ما دام قلت عبادي الجوهر ما يختلف عليها اثنين بالضبط. ففضلا وليس أمرا، أغاني عبادي الجوهر حقت زمان الحلوة اللي كلنا كبرنا وتربينا عليها. ما ححدد لك عندك عيونك عندك قالوا ترى كأنك تقريني. بالضبط. يلا. عيونك آخر مالي وليلي أطول من اليام، كيف ألقى كلام عذب يوصف دافي إحساسي يوصف دافي إحساسي. ليه وقفت؟ هو تيزر الموضوع. لا لا يا عبد الله لا لو سمحت معليش، يعني انا تو انا بديت كذا ادخل جو، اليوم جمعه ويكند وكذا. اوكي حنعدي لك من ناحيتي؟ ايه؟ لا وعد بغني لكم انا يعني صراحه. انا اتفهم الشغف اللي عندك انك رحت كم مدرستك ورجعت صممت انك تغني، لانك ما شاء الله مؤمن بموهبتك وانت عندك الموهبه حقيقه يا عبد الله. ايش عندك اغاني ثانيه من اللي طرحتها الخاصه بك؟ في الأغنية اللي برزتني أكثر برضو طبعا هذه الأغنية خاصة هي للفنان طبعا ناصر العبد الله. أوكي. من كلماته والحانه بعنوان خلصني من ذاك العذاب، هي اللي برزتني أكثر. لا يا بليز تغنيها. تعملين أمر لأنه ترى فكرة الأغنية دي مو أي أحد يعرفها، نادر. أي وتعرف ليش؟ يعني حتى لما تدخل تحاول انك انت تدور عليها ما بتلاقيها بسهوله لانه كل شوي تنحذف، فما ادري ايش السبب اللي موجود. بالأساس الاغنيه جدا رائعه، بس تكملها. شهادة اعتز فيها والله. أيوة. الله يعطيك العافيه. لا تامرين امر تفضل. في داخلي شيء غريب أمشي وأحس إنك قريب، في داخلي شيء غريب أمشي وأحس إنك قريب، كل ما لمحتك من بعيد أنسى اللي حولي من صديق، كل ما لمحتك من بعيد أنسى اللي حولي من صديق أنسى اللي حولي من صديق أنسى اللي حولي من صديق وخلصني من ذاك العذاب، ذبحتني بكثر الشراب، شربت من حبك خلاص هذه بداية قصتي. سلام عليك. عليك يا عبد الله. كمان يا عبد الله قلت انه عندك عمل وطني قاعد تشتغل عليه. اي باذن الواحد احد ان شاء الله. تكلمني عن هذا العمل. إن شاء الله في عندي عمل وطني وراح أطرحه قريب إن شاء الله، خلال ممكن والأفضل يعني راح يكون على العيد إن شاء الله. بنفس الوقت في عمل ثاني راح ينطرح قبل العمل الوطني إن شاء الله، سنجل جديد برضو كلمات شاعر أخوي وصديقي بدر الصخري والحان الملحن المعروف ملحن الشباب اللي هو ملحن خالد النادر وفنان طبعا أحب أمسي عليه برضو. وإن شاء الله هذه على 3 أسابيع إن شاء الله، ما نبقى بالتحديد بالضبط يعني نقول شهر بالكثير
تكون نازلة، أو بعد رمضان برضو ممكن تكون نازلة جاهزة. طب يعني ما في مجال إنك تسمعنا منها شيء؟ والله محرصين ما تطلع هذه. ما تطلع حصري ضروري. ولا لو علي أنا والله تامرون أمر والله. طب عبد الله، وين شركات الإنتاج، الناس اللي ممكن ينتجوا لك ألبومز وينتجوا لك أغاني، ولا أنت ما أنت حابب إنك أنت تلتزم بشركة معينة وحابب إنك أنت تنتج أعمالك بنفسك؟ لا والله شوفي، أنا بقول لك أنا والله من بداياتي يعني ساعدوني شباب أصحابي يعني الله يعطيهم العافية. وطبعا تقريبا الفترة الأخيرة أنا موقع مع شركة اللي هي شركة أورنج ميديا، وإن شاء الله في بدايات جميلة جدا معهم وقاعدين نجهز أعمال وأشياء مختلفة جدا. إشي ستايل مغربي إشي حلو. أنا كمان سمعت أنك أنت تغني بلهجات مختلفة. الله خلينا يلا ندخل على شيء، تبقى مصري ولا لبناني ولا مغربي؟ أي لا لا اللي أنتوا حابين. ريم ممكن تختار لبناني. يلا ريم تبغى لبناني أنت؟ يلا يلا طبعا هي بتحدى العالم ولا يلا بتعتمد انت. اوكي بتحدى العالم معك. ايه وانا بين ايديك دبت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني والواتفات وياك سواني قربني ليك سبني أعيش أحساسي بيك بتحدى العالم كله أنا وياك وبقول لي الدنيا بحالها إن أنا بهواك وإن أنت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سبني أعيش أحساس هواك. لا عبد الله شكرا بس لا يعني لو سمحت أنت ما ينفع تدينا كده شوي وتوقف. طب أحد قال لك وقف؟ لا والله بس ما حد قال وكلنا مبسوطين وداخلين جو معك، انت ليه بتوقف؟ انا والله مبسوط بس انه لها اوقاتها ان شاء الله. وانا من ناحيتي انا واعدكم. طيب انا بصراحه طمعانين فيك. طمعانه في كرمك. والله لي الشرف انك انت تغني لي عبد المجيد. اوه عبد المجيد. اختار الاغنيه اللي انت تبغاها بس مو حقت اللي دائما اللي انت حق شخصيتك. لا لا غيرها غيرها. حتى لو كان قديم يعني برضو. حتى لو كان قديم. ألف مرة خنتني ودعتني خاب ظن الشوق صعب أقام ألف مرة أرجع الدرب اللي جيته والمسافة ضعف بين الخطوة والخطوة سفر. لا خلاص كل الكلام اللي ما نخجل نقوله ما بقى إلا اللي ما بين السطور وما بين السطور. والله يعني بصراحة يعني أنا ماني عارفة أنا إيش أعمل معك، لكن يعني الله يعطيك العافية. أنا واعد يعطيك العافية. أيوة سيدي في كل حفلة لك تامرين أمر. ما يمر عليك ظالم يا عبد الله. عبد الله جدا استمتعنا معك والله. وأنا أكثر. جمعتنا كانت ونيسة فعلا بوجودك. ما راح أخليك، راح أختم وراح أرجع لك عشان تختم معايا بأغنية. ما أوكي؟ عندك أي مشكلة. ما عندك أي مشكلة. لي الشرف والله. مشاهدينا بكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. نشوفكم بكرة في ذات الموعد. في أمان الله.
بس ادينا حاجه فرايحي. اي كده في النهايه يعني كده فرايحي تبون فرايحي. يلا هي خلصنا من ذاك العذاب لو مشيت فيها بالطريقه اللي احنا بنسمعها وعارفينها والله كانت حتكون حلوه. تبينها بس تمشي فيها. تمشي يلا مع الايقاع. مع الايقاع. مع الايقاع. خوش من خلصت من ذاك العذاب. على طول درامز. طيب يلا. في داخلي شيء غريب أمشي وأحس إنك قريب. في داخلي شيء غريب أمشي وأحس إنك قريب. كل ما لمحتك من بعيد أنسى اللي حولي من صديق. أنسى اللي حولي من صديق. أنسى اللي حولي من صديق. وخلصني من ذاك العذاب ذبحتني بكثر الشراب. شربت من حبك خلاص هذه بداية قصتي. هذه بداية قصتي. شكله ما في الإيقاع ما اشتغل. يعطيك العافية.